السلام عليكم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل صينيه بطاطا مختلفه، يعني كل البطاطا اللي انا عملتها شكل والمره دي شكل تاني خالص. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي كميه من البطاطا، طبعا انت حره تجيبي الكميه اللي انت عايزاها، ماشي؟ انا دول حوالي كيلو كيلو شويه، عشان انا كنت جايبه ايه كميه وشويت منها شويه، وايه والباقي قلت هعمله بقى بالطريقه اللي انا هوريها لكم دي، طريقه حلوه قوي قوي قوي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا ايه نقشر الكميه اللي معانا كلها. تجيبي بقى يعني المقادير اللي انا هقولها لك دي على قد ايه الكميه اللي انت شايفاها. عايزه تزودي البطاطا تزودي المقادير. بصوا قشرنا البطاطا ومعانا الحله اللي احنا هنحط فيها البطاطا، هنقطعها. قطعيها بقى ايه حلقات كده، طبعا احنا غسلناها كويس قوي سواء قبل ما نقشرها او بعد ما قشرناها. ادينا ايه خرطنا البطاطا، اي سمك انت عايزاه، المهم انها ايه تستوي معاكي. حطي كده معلقتين سكر كبار، ماشي؟ حطي ايه كمان عليهم، حطي كوبايتين ميه. يلا بينا على النار. حطينا ايه حطيناه على النار، حطينا معلقتين سكر كبار وحطينا كوبايتين ميه، هنغطي عليها ونسيبها تستوي. تعالوا بقى نشوف ايه. بصوا هي استوت، بصوا استوت اهي، بصوا عملت ازاي. بصوا هو ده المطلوب اهي. يلا بينا. بصي بقى، بصي يا ست الكل، شوف استوت ازاي، لازم تستوي قوي كده خلاص. بصي بقى هنعمل ايه. اول حاجه هنعمل نحط ايه كوبايه لبن. بسم الله، كوبايه لبن خلاص. السكر ده على حسب ما انت بتحبيها ايه، ماشي؟ انا هحط 3 معالق سكر، ودايما افتكري السكر اللي انت حطيتيه قبل كده خلاص. هحط ذره من الفانيليا، ممكن فانيليا سايب. هحط كمان، اجيب بس معلقه صغيره، احط كده معلقه صغيره بيكنج باودر، تمام؟ طيب، وهحط ايه كمان، هحط معلقتين من نشا، معلقتين يعني مش هرميين قوي كده خلاص. طيب وايه كمان، عندك زبده، عندك سمنه بلدي، عندك اللي انت عايزاه، هنحط معلقتين. طبعا دي ايه سايبه، اما بتبقى سايبه ما بتبقاش كبيره، فهي عشان سايحه هنحط 3، لكن لو هي مجمده يعني هتحطي معلقتين خلاص. بقى كده ممكن تضربيها في الخلاط، ممكن تضربيها في الكبه، نستنى بس تبرد شويه عشان ما تبوظلناش ولا الخلاط ولا الكبه، ونشوف هنعمل ايه. ايه انا هستخدم الكبه، نجيب بس حاجه كده نضرب بيها تكون ايه تسهل لنا الامور. بسم الله، هي طبعا لسه مش بارده قوي، احنا نعمل ايه شويه شويه. بسم الله. بصوا احنا عملناها، ضربناها في الكبه زي ما قلت لكم، ممكن كبه خلاط، هرست البطاطس اللي انتوا عايزينه.
كل شيء يعني ما تصعبهاش على نفسك، كل شيء يمشي. بصوا عايزينها كريمي كده خلاص. حط تاني كوبايتين من الحليب ونص، تمام كده، تمام كده وزي الفل. احط 4 معالق سكر، يعني ربع كوباية سكر تقريبا، يعني كده ربع كوباية سكر. زي ما قلت لكم السكر ده اختياري، تحطي اللي انت عايزاه. وهحط 2 معلقة من النشا، بس ايه حط كده شوية عشان يبقوا 2 معلقة كبار. ماشي تمام تمام يا ام امير. ونحط كمان شوية من الفانيليا. حلو كده، حلو زي الفل. نجيب بقى المضرب بتاعنا، نضربهم الاول على البارد قبل ما نرفعهم على النار. الخبط ده الناس اللي عندنا عاملين مواضيع عندهم. يلا نرفعها على النار، نحطها بقى على النار وايدينا فيها، يعني ايدينا طول الوقت فيها ما نسيبهاش. بص طول الوقت ايدي فيها، قربت هي تغلي سيبيهاش خالص عشان ما تعملش معاكي التكتلات، زي المهلبيه بالظبط اما تعمليها. بصوا حبايب قلبي اهي تقلت وبت ايه بتبقبق، شايفينها وهي بتبقبق؟ بس كده، وهو ده المطلوب. ده السمك بتاعها هتبرد، هتتقل سنه كمان، يبقى كده مظبوطه على الشعره. هنفضيها هنا عشان نساعدها على انها ايه تبرد، عشان ايه نساعدها انها تبرد. بس كده دي صينيه، هنزل كده بنص البطاطا اللي عندي وافردها في الصينيه. طب ممكن تعملي ايه من تحت في الصينيه؟ ممكن تحطي تتهيني سمنه، ممكن تحطي شويه من الكريمه اللي احنا عملناها، ممكن تعملي ده. وممكن زي ما انا عملت كده عشان تبقى خفيفه معاكي تعمليها كده. الباب الكريمه كده، حاولي ما تخليهاش تيجي في اخر الصينيه، تمام؟ زي اي حاجه بنعملها، زي كنافه، زي اي حاجه بنحط فيها كريمه في النص، حاولي ما تخليش تيجي على طراطيف الصينيه عشان وانت بتقطعيها. بس كده خلاص. ننزل بقى بشويه كمان كده، بعمل لها كده ايه حيطه ما بينها وما بين حرف الصينيه، فاهميني؟ ودايما انا اقول لكم اعملوا الحكايه ديت حتى وانت بتعملي الكنافه عشان الكريمه ما تروحش على حرف الصينيه. بس ننزل بقى كده، سويناها. طيب عندي بقى ايه، عندي الاثنين طاجن الصغيرين دول، هنزل بالبطاطا كده. يا جماله يا جماله يا جماله، تمام كده، تمام قوي قوي قوي. نجيب الكريمه نحطها كده على الوش، هنا الكريمة حطيناها في النص، وهنا حطها كده ايه على الوش كده. بس كده
نجيب كده فرشة ماشي وبزبدة كده ولا بالسمنة ايه تعملي كده الوش من فوق. تمام هنا نفس الحكاية حاجة بسيطة بس كده. تمام هنعمل ايه كمان؟ هنجيب السكر دي اختياري اعمليها او ما تعمليهاش بس هي تخليها حلوة قوي وبتديها لون حلو. نرش كده شوية سكر على الوش تديها كده طعم كده مكرمل وحلو قوي. يا جماله يا جماله عظمة على عظمة. طلعين الفرن، الفرن سخن ماشي، هنحطها في الرف الوسطاني ما بتاخدش 10 دقايق من تحت كده وبعدين نحمر وشها بين على الفرن. بصوا بقى بصوا الحلويات الحلويات دي البطاطا بتاعتنا، ايه رأيكم؟ بصوا بقى بس انا عايزة يعني هي سخنة قوي، بصوا سخنة ازاي، سخنة قوي قوي قوي، عايزة اطلعها لكم يعني مش عارفة بصراحة. بصوا لا سايبة قوي قوي يعني لسه عايزة تجمد ماشي، فانا مش عايزة ابوظها فعايزة تبرد شوية. الطريقة دي يا جماعة طريقة تحفة تحفة، سيبوها تبرد شوية وقطعوها كده خرط، انا عشان لسه مطلعاها سخنة سيبوها تبرد شوية وقطعوها خرط، طعمها تحفة. كل البطاطا اللي انا عملتها معاكم طعم ودي طعم تاني خالص، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. سبتكم في امان الله، سلام عليكم.